طفولتي طويلة. في طفولتي الطويلة كانت الأمور في أمكنتها. بداية التفكير في الشغل ده كنت بعمل كاجوال وركشوبس مع طلبة مدارس الثانوي والطلبة الجداد في الجامعة في مدينة شيكاغو، في المكان اللي أنا بعيش فيه يعني. فأنا كنت بعمل حاجة زي إني بوري لهم خريطة الوست بانك اللي عاملها الجيش الإسرائيلي. فأول إمبريشن الطلبة يعني حسوا بيه ان هي عاملة زي أرخبيل بتاع مجموعة جزر، لأن بيبقى في تقريبا 196 قطعة أرض معزولة فلسطينية جنب بعض. فكان في الوركشوب ده ازاي وانت بتشوف، يعني السؤال بتاع الوركشوب هو انت بتشوف المجموعة الجزر ديت او حسب التعبير بتاعهم دي جزر، ايه اللي ممكن يتعمل بيها؟ فكان طبيعي انه يبقى نوع من البلايفولنس، انه احنا ممكن نعمل بيها بازل ونبدأ نعمل اعادة توزيع لنفس القطعة دي، لان هو في الواقع ممكن يكونوا في قطعتين على الواقع او على الارض جنب بعض، او ممكن يبقى نص كيلو مثلا، لكن علشان التشيك بوينتس وعلشان مليون حاجة دي ممكن تاخد يومين عشان الواحد ينتقل من مكان للتاني. ففي الحالة دي المسافة ما هياش عامل حقيقي في الواقع، المسافة نفسها كإحساس بالعالم كالفيزيكال وورلد يعني بدأت تبقى ديسيبلد، مش شغالة انيمور. ففي الحالة دي تقدريت تغيري أماكن القطع الأرض ديت من غير ما يحصل أي مشكلة، لأنه ما عادش في أي وظيفة للمسافة في الحالة دي. ده الحقيقة اللي خلاني أصريت أكتر على أني أشوف إيه الأبعاد اللي موجود في القضية ديت، ما هياش بس الأبعاد السياسية المشهورة زي مثلا الإرهاب وعلاقته بالأمن بالنسبة لإسرائيل. القضية دي تقدري تتكلمي عنها سنين من غير ما توصل لأي نتيجة، في حين أني في حاجات تانية مستهلة انها تتناقش زي اللعب في البيئة مثلا، يعني ازاي الاسرائيليين بيسحبوا المية من الاراضي الفلسطينية علشان يعملوا بيها المشاريع الزراعية اللي موجودة في المستوطنات، الشغل في العقارات ده بيتعمل ايه في فكرة الملكية نفسها كدوكيمنتس، ده شغل طويل علشان بيبقى على المستوى القانوني فيش والمشروعية في شغل كتير بيحصل من نوع ده، على مستوى الانفايرمنت في شغل كتير علشان تبني واقع على الأرض بالشكل ده. السياسة بقت غطاء خارجي للنقاش وللاستهلاك اليومي على قنوات التلفزيون مثلا. الخرائط طول عمرها هي احيانا بتبقى الاول، يعني مثلا الخط الاخضر في بيروت اترسم قبل ما يبقى اسمه الخط الاخضر على الواقع، هو بقى اسمه اخضر بس عشان بالصدفه كان القلم الاخضر هو اللي عملوا بيه الخط بين عايز اقول ان في باور بتاع عند رسم الخريطه. كل ما في الامر ان انا بلعب بالباور ده، مش شرط ابقى حاسه انا شخصيا بس بلعب بيه، لان هي في النهايه دلوقتي مثلا لما بتيجي تقولي اوكي لو عاوزين نعمل دولتين هتتصرفوا ازاي في المستوطنات، فهيقول لك لا المستوطنات ده موضوع ما يتلمسش، علشان والله لو انت عايز تقول ان في يهود عندنا في القطاع، طب ما هو في عرب في اسرائيل، يبقى ايش معنى يعني وجود العرب في اسرائيل اتس فاليد ووجود اليهود في الوست بنك مش فاليد. يعني دايما بيحصل اللعبه ديت، وهي اصلا اكتر حاجه فيها شغل انفايرمنت اكتر، لاني يعني مثلا في غزه مش بيسحبوا كميه الميه بالسيستماتيك واي ديت اللي بيعملوها في القطاع، مش بيحصل مثلا عملية التجزئة المتعمد بين مجموعة قطع، وإزاي تتعاملي مع الناس على إن هم لاقت في لوتل إيرياز، ده مش حاصل. على هي غزة على بعضها معمولة كمكان واحد، لكن هنا أنت بتشوفي
بتشوفي حتى السيطرة على الحركة والسيطرة على لغة الجسد نفسه في الحركة بين على داخل الـ on daily basis. يعني مش بس موضوع conceptual ولا ده ملموس في الحياة اليومية, وده مش موجود في غزة مثلا. يعني عايز اقول ان هو نوع من sophisticated work بتاع الشر يعني.